الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكل ما نقرأ آية نلاقي ربنا بيقول لنا أصلح أصلح. فأنا قلت بقى النهاردة أجيبها من قصرها وأقول لكم إحنا محتاجين، على فكرة لو قعدت عملت برنامج كامل عن العفو والصفح والتسامح، أنا ممكن يعني إيه أكل عيش على، أنا أسفة والله، على قفا الناس اللي مقطعين بعض. أكل يعني أنا أعيش بقى عمري كله أتكلم على الناس اللي مقطعين بعض وخاربين بيوت بعض وبيوقعوا بين بعض ومقطعين بعض. ما هو إحنا محتاجين يا جماعة نعفو ونصفح ونتسامح، والقرآن الكريم ده دستور حياة جايب لنا إحنا محتاجين نتسامح مع الناس اللي مقطعينها. يعني أنا النهاردة وإحنا في رمضان ولاقي ناس في رمضان بيصلوا وبيصوموا بس معلش هو مش قادر يسامح أخوه. طب هو أخوك ما قطعك؟ لا هو حاول كتير بس أنا مش قادر أسامح، مش قادر، أذاني كتير، أذاك عمل لك إيه؟ فتسمع قصص بقى وحكايات وأصله والميراث والورث. تصدق أنت خدت الورث؟ لا خلاص خليك أنت أحسن منه. فكأنما تسفه المال يا أخي، يعني والله أنت بتعاقبه، ده أنت هتعاقبه أكتر لو صالحته، مع أن أنا ما أحبش أن أنا أعاقب أخويا. بص بقى ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عارفين لما الأم تروح تقول لابنها يا حبيبي يعني ما تحبش ماما تجيب لك كذا؟ بص ربنا بيحدثنا بأسلوب فيه رقة والله، يعني لو انت قلبك مرقش يبقى انت عندك مشكلة، في زلط جوه يا بيه، في عربية نقل محملة زلط جوه. يعني ثم قست قلوبكم وهي كالحجارة أو أشد قسوة. مش معقول. ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا في القرآن الكريم بأسلوب شديد الرقة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنت ما تحبش أن ربنا يغفر لك؟ يا رب أحب. طب اغفر واصفح وليعفو وليصفحوا. يا الله، هو أنت في إيدك يعني، هي بتتحايل عليكي؟ انا ما بتكلمش على الـ اللي يروح يصالح، لا لا، ده هي بتبقى جات وصالحتك وهي بتحاول، على فكره بتحاول تصالح. غلطت يا ستي، ما تغلط. وانت بقى اللي منزله في جناحات وراكي بتطيري، غلطت فيكي يا ستي، خلاص خلصنا، مش جات بتعتذر لك؟ ما تعفي يا ستي وتصفحي. الله، هو انت ما تحبيش ان ربنا يغفر لك؟ احب جدا ان ربنا يغفر لي. طب ما انت مش عايزة تغفري لها غلطتها، ما تعفو يا جماعة، ما تعفو يا سعادة البيه، ما تصفح يا أخي، ما تصفح يا ست. تكلم عن الصفح والتسامح يا جماعة. أنا بكلمكم على الناس اللي بتيجي تتحايل عليكوا عشان تصالحوهم وانتوا بترفضوا. أنا بسمع حاجات طبعا تحزن وتقهر وبعدين بضحك. يا سلام، بضحك ليه؟ لأن أنا بتلكك، انا ببقى متلككه عشان يجي صالحني. انا بس مستنيه، بس لو قال لي بس ايه معلش، اقول له ايه؟ خلاص خلاص، عفى الله عما سلف وخلاص وشكرا وسلم. انا ببقى متلككه انا واختي. طب ما احنا من طول النهار عادي يا جماعه، الناس بتتخانق عادي، هو انتوا ليه رابطين الخناق بيننا لازم نقطع بعض؟ لا احنا بنتخانق عادي على فكره، مفيش حاجه يعني، مفيش ستات ما بيتخانقوش، بس ما تتخانقيش وتقطعي وتخصمي. هو أصلا ما ينفعش تخصمي فوق 3 أيام. أنتوا الناس بتقعد بال 15 سنة، يقولك أصلا أنا أخويا مخصمني بقى 15 سنة. 15 سنة أنتوا عديتوا مرحلة الجحود بمراحل. لا لا لا، الجحود هيجي يسلم عليكم مساء الخير، أنا حيك أنتي مثل أعلى ليا. حيك يا فندم، ده أنتي الجحود اللي هو نفسه. أصل هو ربنا خلق كل حاجة في الدنيا، حتى الحاجات اللي هي المعنوية، الحاجات المعنوية ربنا خلقها. يعني الحاجة اللي احنا مش بنشوفها ربنا خلقها، فانت الجحود هيجيلك في الآخرة ويسلم عليك، وكان نفسي أقابلك من زمان. مش معقول. بصوا الآية القرآنية دي،
في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فما يعني هو ربنا ما قالش حاجة، قال سيئة جزاء سيئة سيئة تانية، يعني انت هتعملي سيئة قدامها سيئة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. طب مين الظالمين يا ترى؟ إذا كان ربنا قال فمن عفا وأصلح، ما يمكن يا أخي الظالمين هم اللي مش راضين يعفوا ويصلحي. انت هتفضل طول عمرك تقول اصله ظلمني، اصله. طب ما هو بيحاول يصالحك، طب ما هو ندم، صالحه وافق، لا مش هدخله بيتي ابدا لحد يوم الدين. طب ربنا بيقولك فمن عفا واصلح فاجره على الله، انه لا يحب الظالمين. لا انا عمري ما ظلمت حد. طب ما تسمع كده، ما تحط دي جنب دي، ما انت مش راضي تسامح فلان وعلان، ما انت مش راضي تسامح ابوك، خلاص يا اخي خلاص طلق أمك ومرمطها وبهدلها وكده وخلاص، وكبر ووصل من الكبر عتية. روح يا حبيبي، ده أبوك في الآخر، معلش. ما هو ظلم وهو عمل كل حاجة، بس أنت بقى تخيل أنت بقى اللي إيه اللي في منزلة عالية وفي إيدك تعفو وتصلح. تخيل، اعفو يا أخي. وآخر جزء من حلقتنا النهاردة عن الصفح، يعني أنا نفسي يعني أقول لكم كل الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن الصفح، وانتم مصممين تقولوا رسالة واحدة. يعني لما يجيلك حد عايز يصالحك وانت مصمم، ايه الرسالة اللي حضرتك بتوصلها؟ يعني عايز توصل ايه؟ لا يا فندم، أنا سوداوي وغلاوي وقلبي حجر، دي الرسالة يعني اللي عايز توصلها؟ يعني انت عايز تقول كده للناس، انت مش هتسامحهم، فانت عايز تقول لهم أنا غلاوي، أنا قسم عقد نفسية، أنا قسم العقد النفسية كلها، أنا متعقدة منكم ومش هسامحكم لحد يوم الدين. فالسنين تعدي بال 15 و20 و 25 سنة، 25 سنة يا مؤمن، يا مؤمن، ومخاصم أختك ومخاصم أخوك، يا راجل قوم كلمه، قوم روح له، وأن تعفو أقرب للتقوى. الله، هو أنت فاكر نفسك راجل تقي؟ أنا أسفة إن أنا بتكلم بهذه اللغة الصادمة، بس من كتر ما سمعت وشفت أنا مخضوضة. الناس بتموت، بيموتوا بيروحوا التراب وهم مقطعين. الله، طب ما تلحق نفسك، وأن تعفو أقرب للتقوى. قال لي أنت فاكر نفسك بقى إنك في قلب التقوى وتقي وكده؟ لا لا، ده أنت لما تبقى مقاطع مامتك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك ولا ابن عمك ولا صاحبك حتى، عشان لا يحل المؤمن انه يخاصم فوق تلت ايام. خلاص يا جماعه عدوا. ولا تنسوا الفضل بينكم، ان الله بما تعملون بصير. طيب، عارف انه في حديث شريف بيقول لك ايه؟ ما نقصت صدقه من مال، دي عارفنا، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. يعني كل ما تعفو، كل ما عزتك، كل ما هي ربنا سبحانه وتعالى هيزيدك عز. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يعني من تواضع لله رفعه يا أخي. تواضع كده، حد جالك وقالك حقك علي، أنا آسف أنا غلط، أنت جلد. الله، أنت هتقعد تجلد الناس؟ خلاص عفى الله عما سلف وخلاص وصالحهم، ده أقرب للتقوى. أنت فاكر نفسك في قلب التقوى؟ لا، ده الأقرب للتقوى، إنك تسامح وتعفو. اصحي الصبح كده قولي وأنا لستة اللي أنت مخصماهم، 1 2 3 كلميهم، روحي لهم، خلاص يا جماعة انسوا إيه الهيافة اللي احنا فيها والتفاهة دي، هزاري. لا ده مش عارفة قالت عليا، وقعدي بقى لتي وعجيني في قالت عليا دي، لتي بقى وعجيني لغاية ما وصلتي من الكبر عتية، وأنا قدك على فكرة عشان ما حدش يزعل مني. بصي بقى، آخر حاجة بقى، آخر حاجة: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يعني ربنا ربط الساعة يا جماعة، ده القيامة بيقول لكم القيامة هتقوم، اصفحوا صفح جميل، ما تشيليش في قلبك، محملة كره وغل وحطاه في قلبك وتقولي لا مش هسامح. اصفحوا بقى، اصفحوا، واجروا دلوقتي كلموا اللي انتم خصمينه. هقابلكم الحلقة الجاية.